وهلأ رح نحكي عن واحدة من أهم المؤسسات واللي بتعتبر الأولى من نوعها واللي تم إطلاقها من فترة مش كتير بعيدة، بتهتم بعلاج الأطفال المصابين بالأمراض النادرة. عايزة أقول لكم إن المؤسسة دي بتعتبر طوق نجاة لعدد كبير جدا من الأسر اللي أطفالهم كانوا بيعانوا من بعض الأمراض النادرة، الأمراض اللي منتشرة واللي بنشوفها منتشر على السوشيال ميديا زي ضمور العضلات وغيرها كتير جدا من الأمراض. عشان كده النهاردة منورنا من داخل الاستوديو أستاذة غادة المنيب، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فرصة حياة. أهلا بيكي ومنورونا. أهلا بيكم. أهلا وسهلا فيكي، كيف حالك؟ الحمد لله، شرفتينا ونورتينا في هو وهن بالطريقة الأردنية، كمان حكيت لك إياها بكل الطرق. بالضبط، أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية وقبل ما نحكي أكيد عن المؤسسة، حابة أعرف مين هي غادة، مين هي غادة المنيب؟ أنا أم لثلاث أطفال. الله يخليك. اشتغلت، أنا خريجة أكتشي ماس كوم إعلام، وبعدين اشتغلت شوية في الميديا، وبعدين عندي ماي أون بزنس. وابتدى موضوع المؤسسة أو الأمراض النادرة ده السنة اللي فاتت مع طفل رشيد. مع طفل رشيد، شو السبب؟ يعني احكي لنا إيش اللي كان الدافع عندك لأنك أنت تعملي هالمؤسسة؟ بصي، أنا شفت البوست بتاع ماما رشيد على السوشيال ميديا، يمكن زي كل الناس. وبعدين أنا قعدت أفكر إن أنا عندي توأم بنتين، عندهم 5 سنين دلوقتي، واحدة فيهم وهي سنة وشهرين كانت تعبت، جالها فيروس. طبعا لفيت على دكاترة كتير وتحاليل، وبعدين طب ما هنعالجها هنا هنعالجها بره، بس الحمد لله هي اتعالجت هنا. فأنا لما فكرت هي ماما رشيد هتعمل إيه، لإني علاج رشيد من أغلى العلاجات في العالم. مش في مصر بس، يعني مين العيلة اللي تقدر على علاج 2 مليون كبير ده جدا؟ عشان حقنة ولا حقنتين؟ حقنة واحدة. تمام، يعني 2 مليون دولار ده رقم كبير على اي حد في العالم. طبعا. وفي دايما الناس كمان مش اي حد بيقدر ان هو يطلب الدواء لابنه، دي حاجه يعني حتى لو جزء اتبرع مش هتلم المبلغ الكبير اللي هو بتمن الحقنه. بالظبط. وبعدين احنا ما كناش كمان واخدين على ان نعالج بالمبالغ الكبيره دي. فالفكره لا، خلينا نقول ما كانش ظهر حقنه بالسعر ده. بصي، هي ظاهره كان بقالها كذا سنه، ولكن هي الفكره كلها ان انت تنشدي ان انت محتاجه الحقنه دي. برضو هو رقم كبير، يعني طب هي هتعمل ايه؟ يعني انا فكرت هي هتعمل ايه، فانا فكرت في فكره بسيطه، ان احنا لو 150 الف بني ادم، لو كل واحد فينا اتبرع 250 جنيه هنقدر نجمع ال 35 مليون جنيه. يعني دي فكره انت حسبتيها كده لما لقيتي بنتك تعبانه، طبعا ربنا يخليها لك، ولا انت حطيتي نفسك مكانها يعني كأم كده فعلا ليه غرقانه ومش عارفه تتعلق؟ حتى فكرت لما كنت في مكانها، يعني فكرت لما كنت في مكانها ان انا كنت بكلم الدكاتره واروح من التحليل ده للتحليل ده، وانا قدرت الحمد لله ان انا اعالج جنسي، لاني التشخيص ده على فكره مهم جدا. طبعا، عشان اهم خطوه ان انت تعرفي اصلا تحط ايدك على التشخيص، المرض نفسه ده في حد ذاته اول بدايه العلاج. بالظبط كده. وللاسف في لسه، عشان في امراض جديده او في امراض مش بتبقى منها كتير موجوده، مش متداوله يعني معرفتها، فمش كل الدكاتره بتقدر ان هي تشخصها. بتفوتي بدوامه يعني بلحظات معينه، اظني انت مرقتي بهذا الشيء فحسيتي بوالده رشيد اكثر، فقررتي انه لا بدك تساعديها. يعني الله لا يوجع اي ام ولادها، نساعدها بطريقه او باخرى. فكلمت ساعتها حد من صحابي، قلت له احنا عايزين نفتح حساب في البنك ونقدر ان احنا يعني كل واحد يتبرع 250 جنيه، ده مش رقم كبير يعني. فقال لي احنا ما نقدرش نعمل حاجه زي كده، لان طبعا البنك المركزي هيوقف الحسابات، لان لازم تبقى اشراف تحت اشراف الدوله، مؤسسه تبقى مؤسسه، لا لازم تحت اشراف الدوله الاول، او مؤسسه يعني مؤسسه تبقى تحت رعايه الدوله، او هي عارفه انت بتعملي ايه، او لا ده كان قبل المؤسسه. يعني كان موضوع رشيد قبل ما ناسس مؤسسه فرصه حياه، زي مبادره شخصيه منك. بالظبط كده. اوكي، فتواصلنا مع وزاره التضامن، وانا بشكر دكتور نيفين دايما بصراحه لوقوفها ورا الاطفال والاهالي، لان هي ما اتاخرتش لثانيه. رشيد كان اول طفل في مصر اتفتح له حساب تحت لجمع التبرعات تحت اسم طفل، مش تحت اسم مؤسسه خيريه. وكان الكلام ده حصل على طول، يعني هما بصراحه استجابت على طول على طول. ابتدينا حمله رشيد يوم كان يوم خميس الساعه 12 بالليل، الحساب
الحسابات بتاعته اتوز اكتيفيتد. في خلال 18 يوم اتجمع ال 35 مليون جنيه. جميل جدا ما شاء الله. طب في سؤال بقى كنت عايزه اساله لك، الحسبه البسيطه اللي انت عملتيها هي ممكن تكون حسبه بورقه وقلم وسهله عليك انت، لكن في ناس كتير ممكن تعترض، وفي مثلا دكتور نيفين او استاذه نيفين ممكن تيجي تقول لك طب انت الحسبه دي حسبتيها على اساس ايه ونجحتي بالفعل فيها؟ بصي، هو ربنا كان مسخر لهم الناس ان هي تساعد، يعني it went viral لوحدها. انا عملت جروب وبعدين كلمت مامة رشيد قلت لها انا فلانة الفلانية، وتواصلت مع وزارة التضامن وهم يعني موافقين ان احنا نعمل الفكرة دي ونشوف طريقة ان احنا ازاي نقدر نجمع الفلوس لرشيد. فقالت لي طيب خليني اتكلم مع بابا رشيد ياسر وهرجع ارد عليكي. وفعلا كلمتني تاني يوم الصبح وابتدينا من هنا الموضوع. هي كل حاجه بصراحه يعني بامانه ربنا يسرها لهم. قلت لها هدى انت كنت بتدعي وابواب السماء مفتوحه، لاني هي ما كانتش حاجه ولا مرتبه ولا منظمه، يعني ما كانش في ترتيب لحاجه معينه، يعني هي فكره وانا قاعده رب العالمين. قلنا عايزين ان احنا نساعدهم وربنا اراد ان احنا نساعدهم. يا الله. والناس تعاطفت جدا، لان انا اي بليف ان كل حد حط نفسه مكان مامة رشيد وبابا ان ده لو ابني انا هعمل ايه؟ مستحيل عشان انت لان ده رقم كبير. اصل انت حتى لو بعتي عربيتك وبعتي بيتك وبعتي كل حاجه هتجمعي كام؟ طبعا مش هجيب المبلغ. علاج يعني. بصي، هو ربنا سهلها وسخرك عشان انت تلمي المبلغ ده وتساعدي في علاج طفل زي ده. طبعا انا بحييكي وبشكرك، وانت فعلا نموذج مشرف لكل السيدات اللي فعلا يعني لو حطوا نفسهم مكان اي ام بتعاني او بتجري عشان خاطر ان هي تساعد في علاج ابنها او بنتها، فانت فعلا يعني شابو لك. يعني عن جد كلنا بنشكرك فيكي. بس بدك توصفي لي شعورك وشعور مامة رشيد لما قدرتي انك تجمعوا المبلغ للعلاج. بصي، حسيت ساعتها كني انا اللي جمعت المبلغ، بس انا برضو لازم اقول ان مش غادة بس اللي عملت كده، كل الناس اللي على الجروب، الناس ابتدت نفسها ان هي تطلع افكار ازاي ان احنا نبقى اسرع. في وسائل اعلام كتير واعلاميين كتير وفنانين كتير تعاونوا معانا لوحدهم بنفسهم، هم من كتر الشير هم حبوا كمان ان هم يساعدوا في جمع المبلغ لرشيد. فهي كانت مش عارفة، يعني مش عارفة ليها اسم جميل جدا، يعني دموع الفرح أظن بتبكي والأمومة اللي جواتك طلعت. الناس الأول قالت لك لا يمكن هتجمعوا المبلغ.